بسم الله وصلى الله على أجمل خلق الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. رجعنا لحضراتكم تاني ولسه مع الدروس المستفادة من سورة سيدنا يوسف. من الدروس المستفادة قول إخوة سيدنا يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. نتعلم من هذه الآية أنه يجوز الترويح عن القلب، روحوا عن القلوب ساعة. وسيدنا حنظلة لما لقيه سيدنا أبو بكر وقال: ما بك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة. قال له: ليه؟ قال له: بنبقى عند النبي يحدثنا عن الجنة والنار كأنها رأي عين، كأن احنا شايفين الجنة والنار، فإذا خرجنا من عند رسول الله عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال: والله أنا أشكو مما تشكو. سيدنا أبو بكر فذهب إلى سيدنا رسول الله فأخبراه بالخبر، فقال: لو ظللتم على الحال الذي أنتم فيه معي لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقاتكم، ولكنها ساعة وساعة. روحوا عن القلوب ساعة، مش كل الأوقات للعبادة. أيضا من ضمن الدروس المستفادة عدل الأب مع الأبناء. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا وأرشدنا ووجهنا أن نعدل بين أولادنا. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. لما سيدنا نعمان بن بشير راح لسيدنا النبي وقال له: إيه يا رسول الله، أنا يعني بعمل لأولادي، اديت لي واحد من أولادي عطية. قال له: أكل ولدك أعطيت مثله؟ قال: لا. قال: أشهد عليه غيري، أنا لا أشهد على جور، أشهد عليه غيري. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. حتى في القبولات، لو قبلت ولدا قبل الثاني، لو أعطيت ولدا أعطي الثاني. بعض الناس يعني يبالغ في تدليل الأولاد دون البنات. لا، البنت نعمة من ربنا سبحانه وتعالى. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكرم ابنته الزهراء، يقوم لها عند مقدمها ويجلسها عن يمينه ويقبلها بين عينيها ويقول مرحبا بأم أبيها. وكان المصطفى يحنو عليها حنو مودة عطفا ولينا، وجاء حديثه يتلى جهارا: لقد سادت نساء العالمين. أيضا من ضمن الدروس المستفادة أن الغيرة مذمومة. من الأخلاق المذمومة الغيرة، إن الغيرة دي قد تؤدي في النهاية إلى القتل. وهذا ما حدث مع إخوة سيدنا يوسف. عملوا إيه إخوة سيدنا يوسف؟ قالوا لأبوهم: أنت يعني بتحب يوسف أكتر مننا، طب ابعته معانا نلعب، يعني أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال: إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا: لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. رجعوا آخر الليل وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا: يا أبانا، إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. سيدنا يعقوب حزن حزنا شديدا على فقد ابنه حتى ذهب بياض عينيه. سيدنا يعقوب ذهب بصره وكف بصره من كثرة بكائه ومن شدة حزنه على ولده سيدنا يوسف. حتى هم جابوا له القميص بتاع سيدنا يوسف متلطخ بالدماء. وسبحان الله في آخر القصة سيدنا يوسف قال لهم: اذهبوا بقميصي هذا، بس القميص بقى الحقيقي بقى، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. يقول لهم سيدنا يعقوب: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا: تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير جاء بقى بالقميص ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. سبحان الله العظيم. فنتعلم أيضا من القصة أن الغيرة
تؤدي إلى القتل، وأن الإنسان مهما دبر ومهما خادع الله يكيد كيدا وأنت تكيد كيدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وقال في الصورة: وكذلك كدنا ليوسف، كدنا ليوسف ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاصل ونرجع نكمل تاني دروس المستفادة، خليكم معانا وصلوا على الحبيب.